ها انتم الخوت شوفوا من المغرب الرموكات اللي جاي لاسبانيا وخاصه للمتضررين ديال بالنسيا، يعني كما كتشوفوا الشاحنات مملوءه بالمساعدات المغربيه نحو مدينه بالنسيا. Muchas gracias a mujeres de Torrent. Ayuda a todas las mujeres. دوبل مسمن معمر. هما داروا ثاني مسمن معمر. تبارك الله ما شاء الله. ها هو. جميع المتضررين ديال بالنسيا. العفيفات ديال الجالية المغربية. شو هذا مطعم آخر، يعني الآن بالنسيا ولات عامرة بالمطاعم المغربية المجانية. السلام عليكم مشاهدي الكرام. الخوت بالنسيا والشوارع ديالها اصبحت مملوءه بالمطاعم المجانيه ديال الجاليه المغربيه والاكل المغربي، كسكسو المسمن، الحريره، اتاي، الحلوه، بسطيله، اللي بغيتي كاين في شوارع ديال بالنسيا، وعدد ديال المطاعم يعني اصبح كثير اللي كتكلف به الجاليه المغربيه بالمجان باش ناكل الاسبان. والناس المتضررين ديال بالنسيا ما بقاو كياكلوا في حتى شي بلاصه الا عند المطاعم المجانيه ديال الجاليه المغربيه، وكاملين الاسبان فرحانين ومصدومين ومتفاجئين بهذا العمل الخيري اللي كيتضامنوا به الجاليه المغربيه. كذلك الخوت غادي نشوفوا رموكات جايه من المغرب، المغاربه في ارض المملكه المغربيه تضامنوا مع المتضررين ديال بالنسيا والاسبان مصدومين، يعني من هذا الحسن ديال التعامل ديال المغاربه مع الاسبان وبقاو متفاجئين. فيديوهات مهمه الخوت غادي نشوفوها، الله يجزيكم بخير، اكبر عدد ديال اللايكات والبارتاج افتخارا باش نبينوا للعالم ها هما المغاربه وها من نحن، وهذه الشيء مكرم المغاربه. خليكم الخوت مع الفيديوهات، تفرجوا في الفيديو كامل لانه فيه فيديوهات مختلفه ديال الريستورانتات وديال الخير اللي داروا المغاربه. اذا خليكم مع الفيديو. ها انتم الخوت شوفوا من المغرب الرموكات اللي جاي لاسبانيا وخاصه للمتضررين ديال بالنسيا، يعني كما كتشوفوا الشاحنات مملوءه بالمساعدات المغربيه نحو مدينه بالنسيا المتضرره، يعني الشعب المغربي يساعد الشعب الاسباني، يعني من المملكه المغربيه الى المملكه الاسبانيه، من الشعب المغربي. شودر موكادا يعني مملوء بالمساعدات، وهذا يعني اخر كذلك تو مملوء بالمساعدات متجه نحو اخواننا الاسبان المتضررين ببالنسيا. نعم كما كتشوفوا، كتشوفوا الجاليه المغربيه يعني مقصرات شو كتوجد في كسكسو كما كنشوفوا. Muchas gracias a mujeres de Torrent. Ayudar a todas las mujeres. Esto es para todos los afectados y los voluntarios de la DANA. شو كسكسو وجدوا للجميع، ماشي غير كسكسو بل مسمن معمر. هما داروا ثاني مسمن معمر. تبارك الله ما شاء الله. ها هو. جميع المتضررين ديال بالنسيا. تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. المتضررين ديال بالنسيا غادي يشبعوا غير ماكله مغربيه بجميع اشكالها وانواعها. باندي خاص باش غيديوهم للناس بايبوطا وكاتاروخا ومانسانسا كاع دوك بارتي تاع بالنسيا كيديروهم. النساء الشريفات العفيفات ديال الجاليه المغربيه. شو هذا مطعم اخر، يعني الان بالنسيا ولات عامره بالمطاعم المغربيه المجانيه، نساء مغربيات ورجال من الجاليه المغربيه واقفين بمالهم الخاص وبمالهم الخالص وكيطيبوا من قلبهم طياب مغربي وكيفرقوه على الجميع يعني المتضررين في بالنسيا. وخصكم تعرفوا بان الشهادات ديال السكان ديال بالنسيا كيقول لك بان يعني بان عدد كبير الان ديال المطاعم المجانيه المغربيه اصبحت وما كيبغيو ياكلوا الان الاسبان في حتى شي بلاصه، بل كيتجهوا للريستورانت المغربي. شو تبارك الله هذا الرجل هذا الشريف بالخريطه ديال المملكه المغربيه، برارد ديال اتاي، داروا لهم الشفنج، داروا لهم بغرير، المسمن، الحلوه، على الماكله، الحريره، كسكسو، جميع الاكل اللي كيطيح لكم في راسكم الان هو في شوارع بالنسيا بالمجان. الجاليه المغربيه، شو البوليس كيمشيو ياكلوا تما، كلشي كياكل تما، بومبيروس كلشي كياكل عند الجاليه المغربيه اللي الان اكثر من 10 المطاعم مجانيه كاينه في بالنسيا، كتعطي لكل شيء وماكله مغربيه كما كنقولوا على حقها وطريقه طيبه من القلب وغادي للقلب. شوف داروا لهم حتى غريبه البهله، الناس اللي كيعرفوا غريبه البهله هذو كذلك هما من الجاليه المغربيه. شو تبارك الله، شو عندنا هذا مطعم اخر، مش عارفوا عدد كبير ديال المطاعم. احمد اي دوند فينيس
Centro Islámico de Crevillente. De Crevillente. De Alicante, sí. ¿Cuándo llegaste? ¿En Alicante? ¿Cuándo llegasteis? De Alicante a Dujon, se llama Alicante. Hemos intentado mucho dar vuelta para llegar aquí a este punto porque no nos dejó de entrar. Shum Sekin Gelek Shahel, Homo Kit Snawi, 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 Homo Kit Snawi. Nosotros nos vamos ya, cuando terminamos ya de despachar todo lo que tenemos, nos vamos ya para Crevillente otra vez. Perfecto. Porque hemos venido hace 3 días, hemos descargado 3 furgonetas a los pueblos de alrededor. Sí. كل ايام ساكنوا معايا في فالنسيا وكيقدموا المساعدات. شحال جايبين ديال الخبز، شحال جايبين ديال الطناجر الكبار، اللحم، الدجاج، يعني كل ما الاكل الساخن اللي واجد يعني الطريقه ديال الدار كيقدموا الاسبان. شو تبارك الله شحال من طنجره كبيره. شو الجاليه المغربيه، افتخروا يا جاليه العزه بين الامم، والله الا كنفتخروا بكم. شوف ارغونيطه عامره اكل وشراب وكيطيبوا تما ويعطوا للجميع. شو شحال من ريستورانت الان مغربيه، هذه عاوتاني اخرى، هذه عاوتاني مطعم مجاني اخر في فالنسيا. ما كاينش حتى الاسبان ما داروش هكا. شوف كيطيبوا لهم كل شيء، سباغيتي كل نهار ووجبه. يعني هذه الجاليه هذه الخوت راه اقسم بالله يجب ان نفتخر بها. هذه جاليه يجب ان يضرب بها المثل. هذه الجاليه يجب ان هذا التضامن اللي دايرين وهذا التكافل اللي دايرين مع الشعب الاسباني، اقسم بالله هذا عطاو واحد النموذج ديال التعايش وديال المحبه. شو هذا ريستورانتي اخر اللي كنا تكلمنا عليه اللي كيقدم تاكوس، مطعم هذا كيقدم اكثر من 2000 وجبه يوميا، كيخدموا من 11 ديال الصباح حتى 12 ديال الليل. ان شاء الله دابا نتصلوا بهم يدوزوا معنا في شي مباشر ونشوفوا التفاصيل كامله. يعني شوف شحال من مطعم فقط في هذا الفيديو، شحال دوجنا من مطعم مجاني طياب مغربي كيتقدم الاسبان. وخصكم تعرفوا بان الاسبان كيشدوا الصف، يعني كاين بعض المطاعم هذا بعد مرات كيشدوا جوج الصفوفه، كيكونوا يعني واقفين حتى 300 400 كيتسناو. محمد ها هو قال تيبوتي محمد، ها هو محمد اصبح محمد رجلا شريف، اعتق 7 ديال الارواح من الشعب الاسباني في هذه الفيضانات هذه. ومسكين الان عنده واحد الكتف، مسكين عنده واحد الكتف منصول بقوه يعني الثقل ديال الناس اللي كان كيعتق. شو اخوات كينظفوا في الكنيسه اللي غرقت بالفيضانات، شو الشباب، شو اخت بالفولار ديالها كتوجد ليل نهار وواقفه مسكينه برجليها كتوجد الاكل وكتضامن مع الشعب الاسباني. شو هذا الاخ بالخريطه ديال المملكه المغربيه، البرارد ديالها تاي والشفنج والبغرير وجميع الاكل كيقدمه الاسره ديالو خارج الشارع. هذه هي الجاليه المغربيه. وهذا هما كذلك المساجد اللي فيهم الجاليه المغربيه. شو تبارك الله هذا الامام، هذا الاخ رضا في مالاغا اللي نظم يعني قافله ديال الحافلات مملوءه بالمساعدات اللي قدموها الجاليه المغربيه والمسلمين، يعني تضامنا مع خوتهم في اسبانيا. هذا كله فخر، كنبقاو مفتخرين بهذه اللحظات التاريخيه. شو 3-4 ديال الحافلات مملوءه عن اخرها بالمواد الاساسيه والضروريه للتضامن مع خوتنا في فالنسيا. هاد الصور هادو الخوت غادي يبقاو للتاريخ، غادي يبقاو شاهدين على التضامن وعلى الكرم ديال جاليتنا المغربيه، غادي يبقاو شاهدين على بان كما كنقولوا الصديق وقت الضيق، بان الشعب الاسباني ملي كان وقت الضيق نظمنا بحافلات وبرحلات وبشاحنات يعني قافله يعني تربطنا من جميع المدن الاسبانيه ومن داخل ارض الوطن في المغرب الى فالنسيا، وتضامنا مع خوتنا الاسبان في هذه المحنه ديالهم، وكنا عند الحدث وكنا عند التاريخ. وهذا الشيء ان شاء الله سيبقى مشهودا، يعني غادي يبقاو يعتزوا به ولادنا واحفادنا. كما كتشوفوا كذلك شوفوا الجاليه المغربيه خدموا بالليل وبالنهار ما نعسوش، سواء في المطاعم المجانيه سواء في المساعدات اللي رسلوا، سواء يعني خسروا فلوسهم. انا شخصيا اتصلوا بيا ناس كيقولوا يا خو مصطفى شكون اللي بغيتي، شكون اللي نثقوا فيه ونصيفطوا له الفلوس. الدراري ما عندهمش وراق كما كنقولوا حراقه، وكاين اللي ساهم بفلوس مسكين بالصيفط، ساهمنا كاملين الله يتقبل. شو تبارك الله، شو الحليب كل شيء، هادشي الناس خرجوهم ديورهم، هادشي الناس راه مشاو شراوه بفلوسهم من جاليتنا المغربيه الحبيبه، وتضامنوا من القلب مع اخوانهم في اسبانيا خوتهم المتضررين. هاد الامور هذه هاد التوثيق الخوت غادي يشهد عليه التاريخ. لذلك الله يجزيكم بخير، البارتاج واللايكات باش نوصلوا صورتنا وصوره كرمنا وصوره اخلاق الجاليه الى العالم. عمرنا يعني المساحات بالمساعدات، استولينا على فالنسيا بالخير، واستولينا على قلوب الاسبان بالتضامن والمحبه والتعايش.